واحد صدرت من عنده زلة أخطأ، أنا أصعد على منبر الإمام الحسين وأسقط، مو دور المنبر. ليش أجي أركز على هذه الأمور السلبية؟ لهذا شوف السيد المرجع شو يقول. يقول: ولا ينبغي إشهار الزلة والتشهير بصاحبها، فإن في ذلك ما يؤدي إلى مزيد اشتهارها وإلى إصرار صاحبها ومن قد يتأثر به عليها، ويوجب وهن العقيدة التي يراد الحفاظ عليها، فضلا عن عدم جواز التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلة صدرت منه. زلة صدرت من عنده، ما نقول ما صدرت من عنده، لا تقول لي إيه وهذا حق ولازم أبين إنه هذا غلطان. نعم، واحد وغلط، مؤمن وغلط، مثل ما أنا وغيري وأنت نغلط، أمر طبيعي، إحنا ما معصومين. فبالتالي أنا لا أتخذ من المنبر الحسيني وسيلة لتسقيط الآخرين والتدافع معهم والتشهير بهم.